شابتر 5. احنا قلنا شابتر 5 3 سيكشنز في شابتر 5. شابتر 5 كونتينز سيكشن 5.1، وقلنا 5.1 بيتكلم على الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن، لو عندي راندوم فاريبل اكس اند بروبابيلتي اوف اكس، وقلنا عندنا تو كونديشنز ان السم اوف بي اوف اكس ماست بي ايكوال 1، وعندنا اني بروبابيلتي ماست بي بتوين 0 اند 1. ده التو كونديشن فور ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن. بعد كده اتكلمنا على 5.2 سيكشن 5.2 بيتكلم على ايه، هاو تو فايند المين، وقلنا ان المين هو نفسه الاكسبكتد فاليو، لان انا بتكلم على حاجه ما حصلتش يعني مش عندي الاستاتستكس بتاعتها، فمعنى كده المين بيتكلم في الحاله دي على الاكسبكتد فاليو. وبعد كده اتكلمنا على الفاريانس اند ستاندرد ديفيجن، ده كان 5.1 اند 5.2. طيب النهارده هنتكلم مع بعض على 5.3. طب 5.3 بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على سبيشال كيسز او سبيشال ديستريبيوشن للديسكريت. يعني ايه سبيشال كيسز؟ عندنا بعض الديستريبيوشنز مشهوره جدا وليها ابلكيشن في الحياه ديسكريت، زي مين؟ زي الباينوميال، جيومتريك، هايبر جيومتريك، نيجاتيف باينوميال، انواع كتيره هتاخدوها ان شاء الله السنه الجايه في الكليه اللي هيدخل الاي تي يعني. طيب احنا هناخد سبيشال كيس واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الباينوميال. الباينوميال يبقى الباينوميال ديستريبيوشن، الباينوميال ديستريبيوشن از سبيشال كيس اوف ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لما نيجي نتكلم مع بعض على شابتر 6 على الكونتينوس هناخد سبيشال كيس ليه اللي هو النورمال ديستريبيوشن. يبقى انا عندي الباينوميال سبيشال كيس من الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن. طيب هندرس ايه في الباينوميال؟ نفس الكلام. ايه هو؟ is how to find the probability، ليها قانون ازاي نعرف نحسب البروبابيلتي for any for any number for binomial distribution. وعندنا بعد كده نحسب المين اللي هو الاكسبكتد فاليو اند الفاريانس، فاريانس والستاندرد ديفيجن. والستاندرد ديفيجن يبقى النهارده هنتكلم مع بعض على الباينوميال. يبقى الباينوميال هو ديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن. طب ليه بدل ما هو سبيشال كيس من الديسكريت بروبابيلتي ديستريبيوشن ليه ما نستخدمش نفس القوانين؟ لان ممكن في الحقيقه عندنا الراندوم فاريبل يبقى ليه فاليوز كتيره جدا. يعني هنا مثلا كنا بناخد اكزامبلز اكس ايكوال 0 1 2 3، لكن افرض مثلا بتكلم على عدد كبير 100 ستودنتس 1000 1 مليون، ففي الحاله دي ما اقدرش اعمل تيبل عند كل اكس اجيب البي اوف اكس بتاعتها، فبضطر اعمل قانون رول فور اني فاليو. يعني مثلا سبستيوت الاكس ب 100 يبقى عند ال 100 نقدر نحسب البروبابيلتي، عند الاكس ايكوال 3 اقدر احسب البروبابيلتي من غير ما اعمل تيبل، يبقى الفاليو اللي انا عايزها للاكس لو عملت لها سبستيوت في الرول ده يطلع لي الفاليو على طول. يبقى عشان كده عملوا سبيشال كيسز من ديسكريت، عشان لو عندي ارقام كتيره جدا ما اقدرش اعمل لها تيبل بالشكل ده. طيب تعال نتكلم مع بعض. يبقى النهارده الموضوع بتاعنا باينوميال ديستريبيوشن، هاو تو فايند بروبابيلتي فور باينوميال ديستريبيوشن، المين، الفاريانس، ستاندرد ديفيجن. طيب يلا نشوف مع بعض. يبقى ديترماين اف ا بروبابيلتي اكسبيرمنت از باينوميال ولا لا، ايه هو الكونديشن عشان تبقى المساله بتاعتنا باينوميال. تاني حاجه فايند ذا اكزاكت بروبابيلتي فور اكس، ازاي نحسب البروبابيلتي بتاعت الاكس اللي هي البي اوف اكس. Then find the mean, the variance, and the standard deviation for binomial. يبقى الرولز كلها بتاعت النهارده للباينوميال. يبقى اول ما اعرف ان مساله باينوميال we will apply the ايه؟ the rules for probability والمين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. طب نعرف ازاي المساله باينوميال عندنا؟ الباينوميال ديسكريت probability distribution. يعني ايه ديسكريت؟ يعني الاكس انتجر نمبر، والاكس عندنا ممكن تبقى ب 0 1 2 3 لحد اي رقم عندنا ان، طبعا بتبقى فاينايت نمبر ان، خلاص. طب الباينوميال دي اكسبيرمنت، لو انا بعمل تجربه اعرف منين ان هي باينوميال؟ از بروبابيلتي اكسبيرمنت فور ويتش ان ترايل ذا ريزلتس اوف اتش ترايل كان بي ريديوس تو اوت كام سكسس اند فيلير. يعني ايه؟ يعني مثلا اجي اقول ايه، انا عندي كوين، الكوين عملت لها توس مثلا 100 تايمز. In this case يبقى الN equal 100، يبقى لازم يكون عندي التوتال نمبر اوف ترايلز. مثلا عندي كلاس فيه 20 ستودنتس يبقى الN equal 20. عندي مثلا بعمل تيست على 100 بيشن،
يبقى معنى كده 100 بيشنت والتوتال سامبل اللي انا بشتغل عليه. طيب بس في شرط ان لازم كل ترايل حاجه من اثنين، لا سكسس لا فيلير، لا تنجح لا تفشل. يعني مثلا الكوين لا تطلع هيد لا تيل. فمثلا بالنسبه لي النجاح ان هي تطلع هيد، يبقى الهيد ده هو السكسس والتيل هو الفيلير بالنسبه لنا. مثلا يعني واحد تاني بالنسبه له التي هو السكسس والفيلير، يبقى حسب كل مساله زي ما نشوف. طيب مثلا بسال على البيشن خد نوع من انواع الدراج ممكن جاب نتيجه معاه او لا، يبقى سكسس معناه جاب نتيجه او ما جابش نتيجه يبقى ايه فيلير عندنا. يبقى معنى كده الباينوميال معروفه ان بيديني التوتال نمبر اوف ترايلز واتش ترايل حاجه من اثنين، لا سكسس لا فيلير، لا سكسس لا فيلير زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ايه اللي بيبقى جيفن في المساله عندنا؟ زي ما اتكلمنا من شويه، لو انا عندي الكوين عملت له توس مثلا ان تايمز، يبقى الان التوتال نمبر اوف ترايلز يبقى لازم يبقى جيفن. طيب ايه تاني؟ البي اللي هو البروبابيلتي اوف سكسس، يعني ايه؟ يعني مثلا الكوين حاجه من اثنين لا هيد لا تيل، يبقى تو اوت كامز. طب البروبابيلتي بتاع الهيد، لو انا الهيد بالنسبه لي هو السكسس، يبقى البروبابيلتي اوف هيد ايكوال كام؟ يعني الهيد فور اونلي وانس وان كوين او وان ترايل ايكوال كام البروبابيلتي بتاع الهيد؟ يا شباب الكوين يعني 1 اوفر 2 هاف. مش انا عندي تاني البي بتاعت السكسس، هي البي بتاعت النجاح بتاعي بتاعت تجربه واحده، فانا عندي الكوين الواحده لما اجي اعملها توس مره واحده في الحاله دي، يبقى الهيد اللي هو بالنسبه لي النجاح يبقى ايكوال كام؟ بي ايكوال هاف. طب الكيو الكيو هو البروبابيلتي بتاع الفيلير ان سنجل ترايل، يبقى الكيو ايكوال 1 ماينس البي، يبقى 1 ماينس هاف ايكوال هاف. يبقى البي مثلا هو البروبابيلتي بتاع الهيد والكيو هو البروبابيلتي اوف ترايل او اوف تيلز، يبقى البي ايكوال هاف وكيو ايكوال 1 اوفر 2 هاف. او فور اكزامبل مثلا عندي 100 ستودنتس، مثلا عندي 100 ستودنتس، يبقى الان ايكوال 100. لما اجي اقول احتمال ان طالب ينجح في كورس ايكوال 0.7، يبقى احتمال ان هو ما ينجحش في الكورس كام؟ 0.3. يبقى البي هو احتمال النجاح والكيو احتمال الفيلير بالنسبه لنا. هنا النجاح مش معناه الحاجه الحلوه، النجاح هنا معناه ان التجربه نجحت بالنسبه لي ايا كان بقى النجاح ده ايه. يعني ممكن لو قلت لك مثلا ان السكسس بالنسبه لي هو ان مثلا ان الدواء ما جابش نتيجه، خلاص يبقى ده بالنسبه لنا البي هو البروبابيلتي اوف ان الدراج ده ما جابش نتيجه مع الميشنز. يبقى كلمة سكسس معناها مش حاجة حلوة، سكسس هنا معناها نجاح التجربة. أنا مثلا عايز الكوين تجيب تيل، يبقى تي هو السكسس بالنسبة لنا والاتش هو الفيلير. طب يبقى كده عندنا ان والبي والكيو. طب ايه كمان؟ الاكس، الاكس اللي هو نمبر اوف سكسسز، يعني ايه؟ يعني عدد النجاح بالنسبة لنا، عدد الاتش عندنا. فمثلا لو أنا عملت الكوين 10 تايمز، مثلا الكوين عملت لها توس 10 تايمز، طيب هنا بيقول لي الاكس نمبر اوف سكسس اللي هو نمبر اوف هيدز مثلا، هل ينفع؟ يبقى المفروض الاكس تبقى الفاليوز بتاعتها كام؟ 0 1 2 3 لحد 10، ما ينفعش تبقى اكبر من 10، ما ينفعش تبقى less than 0. طيب يجي يسالني بقى يقول لي اوجد فايند ذا probability اوف اني مثلا جه عندي 3 هيد فروم 10 ترايلز، ان انت عندك في 10 ترايلز مسكت الكوين عملت لها 10 مرات، اوجد احتمال ان في 3 منهم طلعوا هيدز، يبقى بي اوف 3 هيدز يبقى الاكس ايكوال 3. اوجد احتمال ان انا عندي من 100 ستودنتس في عندي 80 ستودنتس سكسس ان ذيس كورس، يبقى الاكس ايكوال 80. يبقى دايما الاكس الفاليو بتاعتها من 0 لحد ان. طب مين هي ان ماينس اكس؟ يبقى الاكس هو عدد السكسس عندنا، يبقى ان ماينس اكس لو عدد مين؟ الفيليرز. لو 80 ستودنتس نجحوا يبقى في 20 ستودنتس فيلز. يبقى انا عندي في حاجات مهمه جدا، بارامتر مهمه عندنا الان اللي هو التوتال ترايلز، البي احتمال النجاح، الكيو بروبابيلتي اوف فيلير، عندنا الاكس اللي هو النمبر اوف سكسسز، عندنا الان ماينس اكس اللي هو النمبر اوف فيليرز. دي كلها بارامتر اللي بيبقى جيفن ان، طبعا لازم تبقى جيفن، وعندنا مثلا البي وساعات يدي كيو زي ما هنشوفه بعض الاكزامبلز. طيب لكن الاكس ده اللي بيسال عنه يجي يقول لك وات از ذا بروبابيلتي ذات ان 3 ستودنتس سكسس، ان مثلا 9 مثلا كوينز جابوا هيد او 9 هيدز ان ذا كوينز اند سو اون زي ما هنشوف دلوقتي. طيب يلا نشوف مع بعض ايه الرول بتاعنا بقى. احنا عندنا رول للبروبابيلتي، رول للمين، رول للفاريانس، رول للستاندرد ديفيجن. طيب ازاي نحسب
البروبابيلتي بتاعت اي حاجه في الباينوميال، بروبابيلتي فور اني فاريبل، بروبابيلتي اوف اكس. بص بقى دول عباره عن ايه تاني، لو انا عملت الكوين اني تايمز يبقى ايكوال 10، ده عدد التايمز اللي عملت لها توس. طيب وبروبابيلتي بتاع الهيد، الهيد دي بالنسبه لنا السكسس ايكوال هاف، والكيو ايكوال هاف اللي هي 1 ناقص. طيب جه قال لي اوجد احتمال ان انا عندي 3 تلا هيدز فروم 10، فروم 10. طيب احسبها ازاي؟ عندي رول بيقول ايه؟ probability of x equal n c x b power x q power n minus x. again b probability of x equal n c x. مين هي c؟ اللي هي combination، اللي هي التوفيق اللي موجود على الكالكوليتور. c اللي هي combination، يبقى c هنا معناها combination، يبقى ال n اللي هو total التوتال trials، c x، x اللي هو number of success عندنا، b اللي هو البروبابيلتي بتاع السكسس، باور اكس اللي هو نمبر اوف سكسس، تايمز كيو اللي هو بروبابيلتي اوف فيلير، تايمز نمبر اوف فيلرز اللي هو ان ماينس اكس. ده الرول بتاعنا بتاع البروبابيلتي، اقدر اجيب منه البروبابيلتي فور اني فاليو اوف اكس. يعني اكني بالظبط عندي تيبل في اكس وبي اوف اكس، بس انا عندي الاكس الفاليو بتاعتها كبيره جدا من 0 لحد 10، يعني 0 1 2 3 4 لحد 10. هنا اقدر اجيب اي بروبابيلتي عند ال 2، عند ال 9، عند ال 7، من غير ما اعمل تيبل. يبقى هنا اقدر اجيب الفاليوز البروبابيلتي اكزاكتلي ات اني فاليو اوف اكس. طب طبعا عارفين ان ان سي اكس اللي هي كومبينيشن اللي هي التوفيق، اقدر اكتبها على الشكل ده فاكتوريال ان ديفايدد فاكتوريال اكس تايمز فاكتوريال ان ماينس اكس، او على طول كالكوليتد يوزنج كالكوليتور على طول، اقدر استخدم الكالكوليتر على طول. طيب تعالى نطبق رول هنا، لو قال لي احسب فايند بروبابيلتي اوف 3 هيتس فروم ان ايكوال 10. يلا يبقى الروت بتاعنا ايه يا شباب؟ يبقى probability of مين؟ x equal 3 equal 10 c 3 ال b equal half power 3 times half power 10 minus 3 equal 7. ونحسب دي كام بالكالكوليتور؟ ده يطلع لي ال probability بتاع ال value ان في احتمال ان يطلع لي 3 hits from 10 toss of coins. معايا يا شباب كده؟ واضح الكلام ده؟ معقد والله شويه الكلام يا دكتور. ما هو احنا لسه هناخد اكزامبلز كتير عليه، لان هو ده الموضوع بتاع النهارده كله. احنا كل الفكره ازاي نعرف يعني ايه اللي بيبقى جيفن عندنا، التوتال ترايلز اللي هو الان والبروبابيلتي اللي هو البي. انا اروح انا مطلع كيو اللي هي ايكوال 1 ماينس البي، وهو بيسالني على النمبر اوف سكسيز مثلا 3، فبعمل سبستيوت الان ايكوال 10، الاكس ايكوال 3، البي ايكوال هاف، الاكس ايكوال 3، ال q equal half، ال n minus x اللي هي 10 minus 3 equal 7. طيب ازاي نكتب السيمبل؟ طبعا هدي اكزامبلز كتير، احنا عندنا حوالي 7 8 اكزامبلز على الاقل هنا. ال x بكتبها ازاي؟ الباينوميال بكتبه ازاي؟ طبعا باينوميال اول لتر عندنا b، فبكتب كده ان ال x اللي هو الراندوم فاريبل عباره عن باينوميال كونتينز تو بارامتر. مين هم البارامتر؟ ال n اللي هو التوتال ترايلز، وال b اللي هو مين؟ اللي هو البروبابيلتي عندنا. يبقى الباينوميال بكتبها بالشكل ده، ده سيمبل اوف باينوميال. يبقى الاكس اللي هو الراندوم فاريبل باينوميال بي كونتينز الان اللي هو التوتال نمبر اوف ترايلز، والبي اللي هو البروبابيلتي عندنا اوف سكسس. طب تعال ناخد اكزامبلز كده على الباينوميال ونرجع نتكلم تاني. يبقى الباينوميال كونتينز ايه؟ فيكسد نمبر اوف ترايلز اللي هو الان. يبقى الان فيكسد، مثلا عملت الكوين 10 تايمز، عندي في الكلاس مثلا 100 ستودنتس. اتش ترايلز must be contains possible outcomes success or failure. يبقى هم احتمالين، لا هيد لا تيل، لا سكسس لا فيلير، لا ديفكتيف لا افكتيف، يعني حاجه من اثنين ما ينفعش يبقى ليهم تاني. تاني حق third conditions ان اتش ترايل از اندبندنت اوف اتش اذر. طبعا يعني مثلا عندي في الكلاس عندي 100 ستودنتس، كل طالب ممكن ينجح او يفشل مستقل عن الثاني، ما بيعتمدش على زميله، يبقى لازم يكونوا اندبندنت مع بعض. تاني حاجة بيبقى جيفن عندنا البي اللي هو البروبيلت اوف مين؟ سكسس، والبروبيلت اوف فيلير ايكوال كام؟ 1 ماينس البي. دي الكونديشنز او دي الكونديشنز بتاعت الباينوميال عندنا. طيب تعال ناخد اكزامبلز كده على الباينوميال. زي مين؟ لما اعمل تيستنج ذا افكتيفنس اوف ا دراج، مثلا عايز اعمل تيست يا ترى الدراج دي افكتيف ولا لا، فاخترت التوتال بيشنز ايكوال 100. يبقى معنى كده ال n equal 100، يبقى ال n equal 100. طيب ال n هي total trials
او السامبل اللي بتعمل عليه الاكسبيرمنت عندك. طب ايه تاني عندك؟ حاجه من اتنين، الدراج بتاعك يبقى افكتيف او نوت افكتيف. يبقى عندي تو بوسيبل اوت كمز. فمثلا يديني جيفن ان الدراج ده افكتيف ويز بروبابيلتي مثلا 0.9، يبقى معنى كده نوت افكتيف ويز بروبابيلتي 0.1، يبقى البي ايكوال 0.9 والكيو ايكوال 0.1. يجي يسالني اوجد احتمال ان انا عندي يكون عندي 70 بيشنز مثلا الدراج بالنسبه لهم افكتيف، يبقى سبستيتيوت الاكس 100. يبقى الرول بتاعنا عباره عن ايه؟ 100 سي 70 البي اللي هي 0.9 باور 70 تايمز 0.1 تايمز 30. ليه؟ بصوا اقراها تاني اهو، 100 التوتال منهم 70 حصل لهم ايه؟ بقى افكتيف بالنسبه لهم الدراج، تايمز احتمال ان هو افكتيف كام 0.9، كم عدد الافكتيف عندنا 70. طيب احتمال ان هو يفشل 0.1، كم عدد اللي فشل معاهم 30، واحسب دي بالكالكوليتر كام. ده يديني probability ان عندي 70 يبقى effective from 100. طب ايه example تاني؟ مثلا عايز احسب المبيعات بتاعتي، مثلا المبيعات bicycle sales person، عايز احسب المبيعات بتاعته بتاعت monthly sales. فهنا بيقول لي مثلا ايه؟ has many customers during the months the trials، يبقى معناها عدد الكستمرز بتاعنا هم عدد الايه؟ عدد الترايلز، ممكن يبقى 100 200 حسب اللي given عندنا. بس حاجه من اتنين، ايه هو؟ لا اشتروا منه ولا لا؟ يعني هو يروح يعرض البضاعه بتاعته لا اشتروا او لا. يبقى وي هاف تو اوت كمز، سيل اور نوت سيل، يبقى تو بوسيبل اوت كمز، وهكذا. عندي مثلا تيست فور تو درينكس، عندي تو درينكس، عندي بعمل تيست بدوق ده بشوف الفرق بين التو درينكس اللي عندنا. فعملت التيست على 10 بيرسونز، يبقى 10 بيرسونز ده الان، يبقى حاجه من اتنين، لا عملوا تيست للفيرست درينك او سكند درينك، يبقى تو اوت كمز. مثلا كواليتي انسبكشنز، بعمل انسبكشنز او بعمل تفتيش على الكواليتي، فعندي مثلا بعمل ايه؟ عندي 100 بارتس عايز اجرب اعمل عندهم، يبقى ده الان. طيب حاجه من اتنين، لا وانا بعمل تيست عليهم لقيت او انسبكشن عليهم لقيتهم ديفكتيف او نوت ديفكتيف. دي اكزامبلز يعني للباينوميال. طب يلا ناخد اكزامبل بقى بالارقام عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. يلا بيقول لي ان ان اكسبيرمنت اوف توسينج ا كوين 3 تايمز، يبقى انا عملت توس للكوين 3 تايمز. طيب يبقى ده مين؟ الان. يبقى الان تاني هو التوتال ترايلز او نمبر او سامبل سايز، السامبل سايز يبقى الان ايكوال 3. طيب ايه هي التجربه بتاعتنا؟ سبوز وي وونت تو فايند ذا نمبر اوف هيدز ابيرنج اوفر 3 توسز. يبقى هنا فايند ذا نمبر اوف هيدز، يبقى السكسس بالنسبه له هو الهيدز، النجاح بالنسبه له ان يحصل على الهيد. يبقى لو طلب مني probability بتاع الهيد يبقى الهيد هو اللي بالنسبه لنا السكسس. يبقى تاني النمبر اوف توس هو مين؟ الان، والنجاح بالنسبه لنا هو اللي بيسال عنه، هو بيسال على الهيدز، يبقى الهيدز بالنسبه لنا هو السكسس بالنسبه لنا. طيب يا ترى دي باينوميال اور نوت؟ طب اعرف ازاي ان هي باينوميال؟ لازم عندي كام كونديشن. اول كونديشن يكون في عندي ان اللي هو النمبر اوف تايرز موجود. ما هو بيسالني بيقول لي از ات باينوميال، اول شرط هل الان موجوده؟ الان ايكوال 3. ثاني كونديشن هل التجربه بتاعتنا او الاكسبيرمنت عباره عن سكسس وفيلير؟ نعم ايوه. السكسس بالنسبه لنا مين؟ الهيد. الهيد. والفيلير بالنسبه لنا تيل. الفيلير بالنسبه لنا هو التيل. خلاص يبقى تو كونتينز تو اوت كمز. طب تاني حاجه هل في بروبابيلتي للسكسس بالنسبه لنا؟ بروبابيلتي للهيد كام؟ بي ايكوال 3 اوفر 8. لا الهيد الهيد نمبر اوف هيدز ابير. بص الهيد اونلي 1 ترايل او 1 كوين يبقى 1 اوفر 2. طيب يبقى عندنا بروبابيلتي للسكسس وعندنا بروبابيلتي للفيلير اللي هو كيو اللي هو البروبابيلتي بتاع التيل اللي هو كام؟ 1 اوفر 2 نفس الشيء بالظبط كده. طيب هل هما اندبندنت؟ يعني 3 لما اعمل الكوين 3 تايمز هل في مثلا السكند توس ديبند اون ذا فيرست توس ولا هما كلهم اندبندنت؟ اندبندنت كلهم اندبندنت، لاني مثلا لو التوس الاولى طلعت هيد هل السكند وان ماست بي هيد اور تيل؟ لا ممكن تبقى هيد او تيل مش لازم تبقى حاجه من. يبقى في حاله دي بقول ايه؟ اندبندنت. خلاص يبقى كل الكونديشنز ساتسفايد، يبقى في حاله دي بنقول عليها ايه؟ باينوميال. اي كل الكونديشنز عندي موجوده، يبقى دي باينوميال اكسبيرمنت.
يبقى الباينومال اكسبيرمنت ماست بي كونتينز نمبر اوف ترايلز او سامبل او سامبل سايز. ثاني حاجه تكون كونتينز تو ترايلز او تو اوت كامز هنا هيد او تيل. ثاني حاجه ان يكونوا اندبندنت. رابع حاجه يكون عندي probability اللي هو بي اوف سكسس وبي اوف مين اوف فيليير. طب يلا نشوف اكزامبل ثاني. طبعا بنكتبها بالشكل ده باينوميال 3 اللي هو النمبر الان اند الهاف اللي هو البي. يلا شباب نبتدي بقى المسائل بتاعتنا بقى. هنا بيقول لي 75% of students at the college with large student population use the social media site Facebook. طيب يبقى انا عندي برسنتج هنا بيقول لي 75% of students. طيب مالهم بيستخدموا ايه السوشيال ميديا فيسبوك او بيستخدموا الفيسبوك. 3 students are randomly selected from this college. يبقى هنا السامبل 3 يبقى الان ايكوال 3. طيب الثري دي مالهم حاجه من اتنين، لا يوزنج فيسبوك او يوزد فيسبوك او نوت يوز فيسبوك. يبقى وي هاف تو اوتكمز. يبقى حاجه من اتنين، لا بيستخدموا الفيسبوك او نوت يوز. خلاص طيب معنى كده ان انا عندي تو اوتكمز. طب احتمال ان هم يستخدموا الفيسبوك كام؟ 75%. يبقى البي ايكوال 75%. يبقى الكيو ايكوال probability 25% بالظبط ان هم احتمال ان ما يستخدمش الفيسبوك. يبقى تاني الباينوميال لازم يكون عندي probability بلس نمبر. probability بلس نمبر، النمبر ده اللي هو الان والبروبابيلتي دي اللي هو البي بالنسبه لنا هنا. يبقى البي ايكوال 75% اللي هو احتمال النجاح. صوت اجابته يا دكتور والان اللي هو التوتال بروبابيلتي اللي هو 3 عندنا او التوتال نمبر او السامبلز. اللي بقى يبقى المثال عندنا باينوميال. نعم الصوت اجابته يا دكتور عندك نفس المشكله. يبقى المثال واضحه ان هي باينوميال بروبابيلتي بتاع سكسس موجود. نعم الصوت يا دكتور ما يوصل. يبقى طيب الصوت واضح دلوقتي؟ طيب لا يا دكتور يقطع هو واضح بس يقطع. طيب يبقى تاني انا عندي التوتال اللي هو السامبل سايز 3 وعندي البروبابيلتي ايكوال 0.75 يبقى ده البي. يبقى الكيو ايكوال 1 ماينس بي ايكوال 0.25. طيب في الحاله دي بيقول لي يبقى المساله بتاعتنا باينوميال. باينوميال يبقى معناها ايه؟ اكتب كده يبقى باينوميال كونتينز يبقى الاكس باينوميال كونتينز الان اند البي. يبقى ال n equal 3 وال b equal 0.75. طيب تعال نشوف بقى بيطلب مني يقول لي what is the probability that exactly two of these three students use Facebook. يبقى النجاح بالنسبة له أو السكسس بالنسبة له هو الفيسبوك. يبقى ال b equal 0.75. يبقى ال b هو probability بتاع النجاح بالنسبة له هو استخدم الفيسبوك. يلا يبقى ال x هو اللي بيسأل عنها. يبقى ال x equal كام؟ 2. يبقى we have x equal 2. يلا نطبق الروت بتاعنا. يبقى probability of x equal n c x b power x q power n minus x. يبقى ده equal ال n equal كام هنا؟ ال n equal 3. يبقى 3 c 2 ال b اللي هو probability of success اللي هو اللي بيستخدمه الفيسبوك 0.75 power الx equal 2 times 0.25 power 3 minus 2 equal 1. ونحسب التوتال probability كام. يبقى ده احتمال probability ان انا يبقى عندي 2 students using ايه؟ use Facebook from 3 students. طيب واحسب التوتال probability عندنا الاحتمال ده كام عندنا؟ حد معاك الكالكوليتور يحسب معايا يقول لي 3 c2 0.75 باور 2 تايمز 0.25 باور 2 1 ايكوال كام؟ انتوا عارفين الكالكوليتور اللي هو ال ان سي ار اللي هو الكومبينيشن موجود عندكم على الكالكوليتور؟ ايه موجود دكتور ثواني بس انا هجيب. يبقى ده اللي اسمه probability. الموضوع سهل. طب لو جه قال لي find probability that one of these three students are use Facebook يبقى substitute الاكس ب 1. يبقى كل اللي انا بعمله ال n وال b وال q
بيبقوا جيفن في المساله عندنا، الاكس بس هو اللي بيسال عنها، فانا بعمل سبستيتيوت بالفاليو بتاعت الاكس. طبعا الاكس عندنا هنا مثلا عندي 3 ستودنتس، يبقى الاكس اللي ممكن يسالني عنها كام؟ من 0 1 2 3 الماكسيمم 3، والمينيمم كام؟ 0. ما يقدرش يسالني يعني ما يقدرش يقول لي مثلا 4 ستودنتس يوز فيسبوك، لان ما ينفعش باكبر من 3 عندنا، لان التوتال اصلا 3. واضحه المساله دي يا شباب؟ ايوه صحيح يا دكتور. خلص يا دكتور. طب يلا نشوف مساله ثانيه. ثاني هو الموضوع بتاعنا ده النهارده. طب يلا نشوف مساله بيقول لي ايه؟ In an airport, five radars are in service and each has probability of cam 0.9 to detect an arriving aircraft. يبقى انا عندي 5 رادار. يبقى ده السامبل عندنا، يبقى 5 رادار. طيب وعندي probability 0.9 to detect an arriving aircraft. يبقى معنى كده ان الان واضحه، ان مساله باينوميال واضحه ازاي؟ في نمبر التوتال نمبر اوف ترايلز وعندي probability اوف مين سكسس، يبقى الان ايكوال 5. طيب سؤال بقى مهم جدا، ال 0.9 ده يا ترى هو البي ولا كيو؟ على حسب السؤال. ازاي؟ بيقول لي find the probability that an arriving aircraft will be detected. يبقى الديتكت هو بالنسبه لنا النجاح، هو السكسس بالنسبه لنا. يبقى معنى كده البي هو probability of success، يبقى probability of detect كام؟ 0.9. يبقى البي هو ال 0.9. طب افرض في الامتحان قلت لك will be not detected، يبقى معنى كده البي النجاح بالنسبه لي اللي هو not detected، يبقى البي في الحاله دي مش هتبقى 0.9، هتبقى 0.1. يبقى تاني البي هو النجاح probability of success بالنسبه لنا. النجاح بالنسبه لنا هنا مين اللي بيسال عنه؟ هو قال لك find probability ان هو بيعمل detect، يبقى probability of detect كام؟ 0.9، يبقى البي ايكوال 0.9 والان ايكوال 5. طيب بيقول لي find the probability of ايه؟ at least 4 رادار، يبقى ده الاكس بالنسبه لنا. طب at least 4 معناها ايه؟ يبقى الاكس ايكوال كام يا شباب؟ at least 4 يعني ايه؟ اتليست يعني 4 و5 وفوق، على الاقل تكون 4. يعني بس انت عندك هنا الماكسيمم كام؟ 5. يبقى معنى كده مور ذان اور ايكوال 5 او مور ذان اور ايكوال 4. تاني اتليست 4 مينز مور ذان اور ايكوال 4، يعني معنى كده المينيمم بتاعنا 4، يعني معنى كده ان الاكس ايكوال 4 اند 5. طب ليه لحد 5؟ ليه مش اكتر من 5؟ لان الماكسيمم نمبر ايكوال 5، الان ايكوال 5. طب يلا نطبق بقى الرول بتاعنا. الرول بتاعنا عباره عن ايه؟ يبقى اكس مور ذان اور ايكوال 4، يبقى اكس ايكوال 4 اند 5. يبقى معنى كده طبق الرول بتاعنا، اكتب بقى يبقى الان ايكوال 5، البي ايكوال 0.9، الكيو ايكوال 1 ماينس 0.9 يبقى 0.1. طيب والاكس ايكوال 4 اند 5، يبقى يبقى probability at least 4، at least 4 ايكوال probability of 4 بلس probability of mean 5. يبقى substitute x equal 4 plus substitute x equal 5. يبقى ده equal. يلا الرول عبارة عن ايه؟ فاكرين؟ القانون بتاعنا عبارة عن ايه؟ n c x b to the power x q the power n minus x. يبقى هنا n اللي هي 5، يبقى 5 c 4 ال b اللي هي 0.9 to the power 4 plus لا غلط لسه q اللي هي 0.1 times 5 minus 4 equal 1 plus 5 c 5 0.9 power 5 times 0.1 power 0. طب معناه ايه يا شباب دي؟ خليكم معايا هنا. 5 c 4 معناه ايه؟ معناه انا عندي 4 رادار from 5 will be detect mean will be detect، يبقى انا عندي 4 from 5. طيب احتمال ان هو ديتكت كام؟ 0.9. عدد اللي عملت لهم ديتكت قد ايه؟ 4. طب احتمال ان هو نوت ديتكت 0.1، عددهم قد ايه؟ 1 بلس 5 سي 5، ان 5 عندي فروم 5 واحتمال الديتكت 0.9 باور عددهم اللي هو 5 0.1 ماي باور كام؟ ولا واحده، ما هم كلهم عملت لهم ديتكت، يبقى 0 نوت ديتكت عندنا بس. واحسب ده كام بالكالكوليتر ويطلع لي الفاليو بتاعتها كام. طب واضح ان الفاليو دي تطلع قيمتها كبيره ولا صغيره؟ انا عندي هنا الاحتمال كام؟ 0.9. 0.9
يبقى معنى كده عدد المتوقع ان هو يتعمله ديتكت عدد كبير، لان احتمال 90% عندي من من الـ من الـ من الرادار او 90% من الـ من الـ من الـ من الاير هقدر اعملهم ديتكت. يبقى معنى كده انا متوقع ان النسبه تبقى كبيره عندنا. عشان كده طلع الرقم عندنا كام؟ 0.9185، رقم كبير متوقع طبعا. ليه؟ يعني مثلا لما اجي اقول انا عندي 100 students نسبه النجاح 90%، اوجد احتمال ان انا عندي 100 طالب نجح او 90 طالب نجح، اكيد ان الاحتمال هيبقى كبير. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني. يلا سبوز ذات 70، يبقى تاني الباينوميال 4 باينوميال وي نيد التوتال نمبر اند probability اوف سكسس. بس يبقى اعرف المساله ازاي ان انا يكون عندي التوتال نمبر اند probability اوف سكسس، وبعد كده اطبق الرول بتاعنا. هنا بيقول لي سبوز ذات 70% اوف ستودنتس درينك كافي ات بريكفاست، يبقى دي الصفه بتاعتنا 70% اوف ستودنتس درينك كافي ات ايه بريكفاست، ذا اذرز درينك تي، ذا اذرز درينك تي، يبقى احتمال البريكفاست 0.7، يبقى احتمال التانيين اللي هم بيشربوا التي قد ايه؟ ها يا شباب تاني كان عايز الباقي اللي هو كام؟ 30%. يبقى انا عندي 70% اللي هو 0.7 درينك كافي، يبقى انا عندي 0.3، يبقى معنى كده عندي حاجه من اتنين، لا يشربوا درينك كافي او درينك ايه تي، يبقى انا عندي 0.7 ده الصفه بتاعتنا وعكس الصفه 0.3. طيب وي سيلكت 4 ستودنتس، يبقى النمبر اوف ستودنتس كام؟ 4. خلاص يبقى الان ايكوال 4 عندنا. طيب تعال نشوف بيسال على ايه بقى؟ بيقول لك وات از ذا بروبابيلتي ذات نون اوف ذا 4 ستودنتس درينك كافي ات بريكفاست، يعني ايه؟ يبقى الصفه بتاعتنا هي درينك كافي درينك كافي درينك كافي، يبقى معنى كده البي ايكوال 0.7 اللي هو الاحتمال بتاع الصفه اللي بيسال عنها، هو بيسال على درينك كافي، يبقى البي ايكوال 0.7. يلا يا شباب نبتدي نحل بقى، نكتب الرول بتاعنا تاني عشان نحفظه. probability of x equal n c x b power x q power n minus x. طيب هنا في المساله يبقى ال n given والبي given والQ خلاص 1 minus البي، يبقى اقدر اكتب كده ده عباره عن كام؟ يبقى n اللي هي كام؟ 4 c x البي اللي هي 0.7 باور x تايمز 0.3 باور n minus x اللي هي 4 minus x. طيب بعد كده اعمل ايه؟ نبتدي نشوف الارقام او الارقام بتاعت الاكس اللي هي بتبقى جيفن عندنا. اول مساله عندنا الاكس ايكوال كام يا شباب؟ وات از بروبابيلتي ذات نون اوف ذا فور ستودنتس عندنا، يبقى الاكس ايكوال نون اوف ذا فور ستودنتس زيرو. زيرو بالظبط يا عمر، زيرو معناه اوجد احتمال ان ولا طالب درينك كافي، يبقى سبستيتيوت الاكس باي زيرو. طب متوقع، معلش متوقع هنا البروبابيلتي يبقى كبير ولا قليل؟ يعني متوقع النسبه تبقى كبيره ولا قليله؟ قليله. قليله ليه؟ ليه يا عمر قليله؟ لان هو اصلا 70% من الطلبه بدرينك كافي، يبقى معنى كده متوقع النسبه تبقى كبيره، لكن تيجي تقول لي ولا طالب بيشرب قهوه، طب ازاي ده بيتوقع ان 70% بيشربوا قهوه؟ يبقى معنى كده زيرو، هيطلع احتمال ضعيف جدا 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 عندنا. طيب يلا سبستيتيوت الاكس ايكوال زيرو، يبقى 4 سي زيرو 0.7 باور زيرو 0.3 باور 4. طيب هتطلع الفاليو بتاعتها كام؟ يلا نحمل السبستيتيوت عن اكس ايكوال زيرو، تطلع لي القيمه كام اهي؟ يبقى 4 سي زيرو 0.7 باور زيرو، بص طلع احتمال كام؟ 0.0081. ايوه متوقع. ازاي يبقى عندي اربع طلاب احتمال ان درينك كافي 70%، يعني 70% بيشربوا قهوه، تيجي تقول لي احتمال ولا واحد بيشرب، اكيد رقم احتمال ضعيف جدا عندنا. يبقى لازم ابقى متوقع الرقم يبقى عامل ازاي. طب ايه الاحتمال البروبابيلتي الثاني؟ بروبابيلتي ات ذات 1 اوف ستودنت 1، يبقى سبستيتيوت في رول ده الاكس بكام؟ ب 1، يبقى 4 سي 1 0.7 باور 1 0.3 باور 4 ماينس 1 اللي هي 3. طب برضو احتمال ضعيف، بس الاحتمال هيبقى اكبر من الاول اللي هو الزيرو. فلما عمل السبستيتيوت طلعت فاليو عندي كام عند الاكس ايكوال 1؟ طلع 0.07، اكبر شويه من هنا،
ليه؟ لان احتمال اكبر ان واحد يبقى من الاربعه ايه درينك كافي. طيب تعال نشوف الاحتمال اللي بعد كده. يلا two of the students four students يبقى انا substitute الاكس equal to، يبقى اللي انا عايز اوصل له ان انا عندي اللي بيسال عنه هنا what is the result that 2 يبقى الاكس equal to، يبقى we substitute الاكس equal to، يبقى we will write probability distribution rule وبعد كده بعمل substitute الاكس حسب الفاليو اللي هو بيطلبها مني عندنا، يبقى انا substitute الاكس equal to. طيب what is the probability that 3 يبقى substitute الاكس equal 3. طيب what is the probability that at least 1، what is the meaning of at least one؟ يبقى الـ value بتاعت الـ x. at least one معناها ايه؟ more. ايوه more than or equal one. more than or equal one معناها ان الـ x equal one, two, three and four. ليه؟ لان الـ maximum value او الـ n equal four. طيب يبقى one, two, three, four. او يبقى معنى كده substitute الـ x بـ one. then 2 then 3 then 4 وبعمل ادنج لمين للريزلتس اللي عندنا. او ممكن اعمل طريقه ثانيه يا شباب، انا عارف ان التوتال بروبابيلتي از ايكوال كام 1، يبقى اقدر احسب اقول ايه يبقى بروبابيلتي اوف اكس مور ذان اور ايكوال 1 ايكوال 1 ماينس بروبابيلتي اوف مين اللي انا عملت له اكسبشن هنا اللي هو مين الزيرو، يبقى 1 ماينس بروبابيلتي اوف مين زيرو. يبقى وي هاف تو ميثودز، ان انا اقدر اعمل ادنج للبروبابيلتي اوف 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 or 1 minus probability of mean exception value اللي هي الـ x equal 0 عندنا. لأن أنا عندي عشان أحسب 1 و 2 و 3 و 4 كتير جدا هتاخد مني وقت، يبقى 1 minus probability of 0. يبقى هنا حسبنا probability عند more than or equal 1 يبقى 1 minus probability of mean 0. 1 minus probability of 0. طبعا احتمال كبير جدا جدا عندنا. طب ليه الاحتمال كبير؟ لانك انت بتقول احتمال ان 1 drink coffee or 2 or 3 or 4 يبقى عندي اربع احتمالات وبعمل لهم submission، فاكيد الاحتمال بيبقى كبير جدا. عشان كده الاحتمال طلع عندنا كام 0.99 او 9919، رقم كبير جدا. ليه؟ لان احتمال كبير 1 او 2 او 3 او 4. مفهوم الجزئيه دي يا شباب؟ مفهوم يعني ايه probability بتاع الباينوميال؟ طب حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ ها قبل ما اكمل حد عنده سؤال؟ لا لا يا دكتور. طيب تعال نشوف مساله ثانيه. يلا suppose that 70% of students like to play basketball، يبقى انا عندي هنا في probability. طيب يبقى عندي حاجه من الاثنين، students لا بيحبوا الباسكتبول اور نوت. طب اللي بيحب الباسكتبول like to play basketball كام 0.7، يبقى اللي ما بيحبش باسكتبول كام 0.3. we will select four students يبقى ال n equal 4، يبقى we have n equal 4 and b equal حسب بقى هنا بيقول لي students play basketball، يبقى success بالنسبه لنا هو اللي بيلعب الباسكتبول، يبقى معنى كده ال b equal 0.7 and q equal 1 minus b يبقى 0.3. then we have n equal 4 b equal 0.7 and q equal 0.3. طيب يلا بيقول لي what is the probability that at most 2، يبقى تاني يا شباب انا بعرف الباينوميال ان بيديني التوتال بتاع الترايلز عندنا اللي هو السامبل سايز، وبيدينا البروبابيلتي بتاع المحاوله الناجحه، وبيبقى عندي عكس المحاوله دي. طيب وتاني حاجه بيبقى هما اندبندنت ما بيعتمدوش على بعض. طيب هنا بيقول لي what is the probability that at most 2 students play basketball at most 2، يعني ايه at most 2؟ يبقى الفاليو بتاعت الاكس بكام يا شباب؟ at most 2 less than or equal to، يعني x less than or equal to. ليه؟ لان انا عندي at most 2 معناها maximum بتاعي 2، يبقى ممكن 2 or less، يبقى 2 بمعنى كده probability of mean of 2 plus probability of 1 plus probability of 0. يبقى we will substitute the x by 0 1 2. يبقى تاني at most 2 means 2 or less. طيب الرول بتاعنا عباره عن ايه؟ probability of x equal n c x
b باور x q باور n minus x. يبقى ده equal ال n equal 4 يبقى 4 c x ال b 0.7 باور x times 0.3 باور n minus x اللي هي كام عندنا هنا 4 minus x. بس بعد كده اعمل سبستيتوت ال x ب 2 1 0 وبعد كده اعمل ادنج لمين للريزلتس اللي عندنا. طيب b what is the probability that at least 2 يلا هنا at least 2 means ايه يبقى probability of مين at least 2 معناها ايه بx more than كام 2 يبقى لما يقول لي at least 2 معناها more than or equal to at most 2 معناها less than or equal to يلا at most more than or equal to معناها ايه يبقى probability of 2 plus 3 plus 4 لان انا عندي total number او ال n equal 4. طيب يبقى probability of 2 plus 3 plus 4. طيب يبقى عامل substitute ال x ب 2 ب 3 or 4 او اقدر اقول 1 minus اللي انا عملت له exception. مين ال exception هنا اللي هو ال probability of 0 plus probability of 1. يبقى حاجه من الاثنين الاسهل بالنسبه لنا more than or equal to يبقى 2 و 3 و 4 او 1 minus exception numbers اللي هو مين اللي هو 0 وال 1 عندنا. بس واعمل سبستيتوت مره الاكس ب 0 ومره الاكس عندي بكام 1 واحسب الفاليوز بكام عندنا. ده البروبابيلتي just we determine the value of n او من الـ من الـ من السؤال بيبقى given عندي ال n وال b اقدر اجيب ال q وعندي الاكس بيسال عنها واعمل سبستيتوت بالاكس الفاليو بتاعت الاكس عندنا. طيب كده احنا اتكلمنا على البروبابيلتي عندنا how to find the probability. طب في كمان عندنا انا احنا قلنا عندنا probability وعندنا المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. دلوقتي how to find the mean. اذا نعرف نحدد المين والفاريانس اند ستاندرد ديفيجن. بس المين للباينوميال ديستريبيوشن احنا قلنا الباينوميال ديستريبيوشن عندنا في مين عندنا ال n وال b وال q بس. يبقى انا عندي 3 بارامترز n و b و q. How to find the mean بتاع ال بتاع ال binomial. The mean for binomial أو expected value of binomial equal n times the b. بس يعني we multiply the n times the b. طب ال variance n b q. The standard deviation طبعا هو the square roots لل variance. يبقى تاني the mean equal n times the b. The variance equal n times the b times the q. The standard deviation is square root n times the b times the q. طيب for example مثلا المسألة اللي فاتت هنا دي لو طلب مني المين يبقى المين ايكوال كام يا شباب هنا؟ يبقى المين ايكوال n تايمز ال b يبقى ايكوال ال n ايكوال 4 يبقى 4 تايمز ال b ايكوال 0.7 الانسر عندنا ايكوال كام؟ يبقى 2.8 يبقى الاكسبكتد فاليو او الافرج او المين ايكوال 2.8 يبقى انا متوقع ان انا عندي 2.8 فروم 4 will be like a to play basketball. طب ال variance equal ايه الرول بتاع ال variance equal n b q يبقى equal 4 times 0.7 times كام 0.3 ونعمل لهم multiplication كلهم ويبقى results او الانسر بتاعنا هو ده ال variance. طب عايز ال standard division يبقى ال square root لل variance. بس ده الرول ده لل binomial. بس دي rules بتاعت ال binomial. يبقى اول ما اعرف ان المساله عندي binomial وطلب مني المين يبقى ايكوال ان بي. طلب الفاريانس يبقى ان بي كيو. طلب الستاندرد ديفيجن يبقى سكوير روت للمين للان بي كيو. يلا نشوف اكزامبلز عليهم. داي از رولد 360 تايمز. فايند ذا مين فاريانس اند ستاندرد ديفيجن اوف ذا نمبر اوف مين فورس. استنوا بقى علي هنا. انا عشان احسب المين والفاريانس في الباينومال محتاج الان والبي والكيو. طب يلا ال n equal كام هنا؟ هنا عمل داي از رولد 360 تايمز يبقى ال n given اهي عدد الترايلز عندنا يبقى اكتب ال n equal 360. طيب بعد كده بيقول لي فايند المين الفاريانس يبقى انا محتاج البي او الكيو. فجاء قال لي ايه؟ اوف ذا نمبر اوف 4 نمبر اوف 4 ذات ويل بي رولد. يبقى اللي بيسال عنده الصفه او النجاح بالنسبه له السكسس بالنسبه له هو ظهور رقم 4. طيب ظهور رقم 4 ده البي بتاعته بكام؟ يبقى البروبابيلتي
لظهور رقم 4 اللي هو الاحتمال بتاع مين النجاح بالنسبه لي. يبقى البي ايكوال كام هنا يا شباب؟ تاني مش انا عندي، هو بيدور على رقم 4، احتمال ظهور رقم 4 بكام هنا في الداي؟ ال 4 بتظهر باحتمال كام؟ 1/6 بالظبط. يبقى انا بجيب احتمال ال 4 بس، يبقى probability equal 1/6. طيب في الحاله دي تبقى كيو ايكوال، الدنيا عندي نجاح، النجاح ان انا وصلت النمبر 4 يبقى 1/6. طب الفيلير بالنسبه لي ايه؟ ان انا ما ظهرش عندي 1/6 او ال 4، يبقى الكيو عندي بكام؟ بالظبط يا احمد كده 5/6، يبقى كيو ايكوال 5/6. النقطه دي مهمه، البي هو البروبابيلتي بتاع السكسس بتاع جاست وان ترايل، بتاع محاوله واحده. فانا في المحاوله الواحده الداي الواحده بتطلع لي الفور قد ايه؟ 1 بس فروم 6، يبقى 1/6، والكيو 5/6. خلاص انا عندي ان بي والكيو، اقدر اجيب اللي هو عايزه كله. طالب مني المين، يبقى المين ايكوال ان تايمز البي، يبقى ايكوال 360 تايمز 1/6، يبقى ايكوال 60. طبيعي انا عندي، طبيعي ان الفور تظهر عندي من وسط 360 تطلع كم مره؟ 6 تايمز. ليه؟ لان انا اصلا الداي فيها 6 اوجه او 6 فيسز، يبقى انا متوقع ان هي تطلع 6 تايمز. طب الفاريانس ايكوال كام؟ الفاريانس ايكوال ان تايمز بي تايمز كيو، يبقى ايكوال 360 تايمز 1/6 تايمز 5/6، يبقى ايكوال 50. يبقى الفاريانس ايكوال 50. طب الستاندرد ديفيجن ايكوال سكوير روت للفاريانس اللي هو الان بي كيو، يبقى ايكوال سكوير روت ل 50 عندنا. خلاص كده جبت المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. طيب هو انا كده ممكن اتلخبط ما بين المساله دي وما بين الحاجات القديمه خالص؟ يعني بينه وبين مثلا الحاجات القديمه في الاستاتستكس؟ لا. ليه؟ لان هو واضح عندي المساله ان نوعها ايه؟ باينوميال. ليه؟ عشان عندي التوتال نمبر وعندي احتمال صفه معينه. طب تعالى ناخد اكزامبل ثاني. طيب قبل ما اخد اكزامبل ثاني تعالى ناخد بريك 10 مينتس ونرجع نكمل ان شاء الله. خلاص هناخد 10 مينتس ونرجع نكمل، اتفضل. قولي suppose that x binomial 5 and 2/3. احنا اتفقنا قلنا ان لما يكتب binomial البي وهنا تبقى دي الان وهنا البي، يبقى تاني binomial 5 and 2/3، يبقى ال 5 هي الان اللي هو التوتال ترايلز عندنا او number of trials، و 2/3 هو البي اللي هو probability of success بالنسبه لنا. هنا بقولي find the mean and the standard deviation. طيب احسب المين ازاي؟ يبقى في الحاله دي عندي ال n equal 5، ال b equal 2/3، ال q equal 1 minus 2/3 يعني equal 1/3. طيب يبقى ال n اللي هو total او number of trials، ال b اللي هو probability of success، ال q اللي هو probability of failure بالنسبه لنا. عايز احسب المين، انا عندي المين equal ايه؟ يبقى ال mu equal n times ال b، يبقى equal 5 times 2/3، يبقى ايكوال 10/3، يبقى ده المين بالنسبه لنا. طب بالنسبه للفاريانس، الفاريانس ايكوال ان بي كيو، يبقى معنى ان 10/3، ما هي الان في بي اللي هي 10/3 على طول، تايمز الكيو عندنا بكام الكيو؟ 1/3، يبقى ايكوال 10/9. طبعا الستاندرد ديفيجن هو السيجما ايكوال سكوير روت للفاريانس، يبقى سكوير روت ل 10/9 عندنا. بس just we applied the rules of mean والvariance والstandard division according to the value of n b q. طيب تعال نشوف example 10 يوضح الموضوع اكتر. هنا بيقول لي basketball player makes 80% of his free throws. يعني هو انتوا عارفين الرميات الحره، فهو الرميات الحره بالنسبه له يقدر يحرز منها 80%. يبقى هو الافكتيف بتاعته او الجوده بتاعته 80% اوف هيز ايه؟ فري ثروز. يبقى هو لما يجي يرمي الرميات الحره الباسكت بول، لما يجي يرمي الرميات الحره في عنده 80% بيقدر يحرزها عنده اجود. ان ا جيم هي تيكس 3 فري ثرو اتمبتس، يبقى الان عندنا ايكوال 3، ويبقى البي ايكوال
80%. طيب طالب مني ايه؟ Find the mean and the variance. يبقى احسب المين ازاي عندنا؟ يبقى اكتب ال n equal 3. وعندي البروبابيلتي اللي هو بالنسبه لنا probability of success بالنسبه لنا 0.8. يبقى ال q equal 1 minus ال b يبقى equal 0.2. Then we have n and b و q. اقدر احسب المين المين بالنسبه لنا يبقى المين equal n times ال b يبقى equal 3 times 0.8 يبقى equal 2.4. يبقى هو الافرج بتاعه كل ما يرمي 3 يقدر يحرز منهم حوالي 2.4. يبقى ده الافرج بتاعه، ده المتوقع منه، ده الاكسبكتد فاليو، ان كل 3 يقدر يرميهم يقدر يجيب منهم 2.4. طيب بعد كده الفاريانس ايكوال كام؟ الفاريانس ايكوال ان بي كيو، يبقى عباره عن 3 تايمز 0.8 تايمز الكيو عندي 0.2، واحسب الفاليو عندنا كام؟ يبقى ده الفاريانس عندنا. سهله، الموضوع سهل، just we apply the rules، احنا بنطبق الرولز بتاع المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن وخلاص. يبقى معنى ايه المين؟ المين هو الافرج اللي يقدر يجيبه، المتوقع الاكسبكتيشن ان كل 3 throughs يقدر يحرز منهم كام؟ 2.4. طيب وعندي هنا الفاريانس معناه التباين، الاختلاف ما بين الراميه والراميه عند تقريبا قد ايه؟ 0.48 اللي هو الفاريانس، تباين، التباين في احراز الاهداف بتاعته تقريبا 0.48. طيب يلا نشوف اكزامبل تاني. If 15% of the devices produced by a computer hardware defective. يبقى انا عندي البرسنت او البروبابيلتي بتاع devices produced by a computer hardware ايه؟ defective. يبقى انا عندي في مصنع او شركه تجميع بتعمل لي، في عندي 15% عندي بايظين او defective. If we order 150 such devices, يبقى ال n equal كام؟ 150. Find the mean variance and standard deviation. عايز احسب المين والفارنس والستاندرد ديفيجن. خلاص عندي ال n وعندي ال b. يبقى اقدر احسب الميو، يبقى الميو equal n times ال b. يبقى equal 150 times 0.15. اقدر احسب المين عندنا كام؟ طب والفارنس equal n times b times q. يبقى equal 150 0.15 times كام؟ انا عندي ال b equal 15%، يبقى ال q equal، يبقى ال value بتاعت q ده هي هنا ال defective 15%، الخربان 15%، يبقى ال q اللي هو عدد السليم قد ايه او نسبه السليم قد ايه؟ ايوه زي ما قال احمد كده، يبقى كام؟ 1 minus 15% يبقى ايكوال كام؟ 0.85%. يبقى انا عندي q ايكوال 0.85، يبقى 0.85 ونحسب الفاليو دي كام؟ يبقى ده الفاريانس سكوير، يبقى المين ان بي، الفاريانس ان بي كيو، طبعا الستاندرد ديفيجن ايكوال سكوير روتس لان بي كيو. طبعا خلي بالكم معايا، ده المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. ممكن يبقى اي، يعني ممكن هنا الميو ايكوال ان بي، ممكن يبقى الميو جيفن والان جيفن اقدر اجيب البي، ممكن تبقى البي جيفن والميو جيفن اقدر اجيب الان. يبقى معنى كده عندي الرولز دي ممكن يبقى اي حاجه جيفن ويبقى المطلوب الثالث بالنسبه لي. ممكن هنا يبقى عندك الكيو جيفن والبي جيفن والفارينس اقدر اجيب الان وهكذا يعني. يبقى الرولز دي valid only for binomial، للباينوميال بس.